قصة إعلام مجلة الكواكب الذي نشره عبد الحليم حافظ يطلب فيه عروسة للزواج. ما زالت أسرار العندليب عبد الحليم حافظ تفاجئنا يوما بعد يوم، فلا أحد يعلم أو يؤكد هل تزوج عبد الحليم حافظ أم ماذا، ولكن الصحافة أحبت أن تساعد عبد الحليم حافظ في العثور على زوجة له، تلك الفكرة التي تبنتها فكرة مجلة الكواكب المصرية في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ولاقت تفاعلا كبيرا وتجاوبا واسعا من المعجبات بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. فعندما عرضت تلك الفكرة على عبد الحليم أصابه الذهول وأخذ الأمر بهزار، ولكن تم إقناعه أنها مسابقة ليست إلا، ونشرت المجلة إعلانا تطلب فيه عروسة للفنان المصري الراحل، وحددت الشروط والمواصفات، وتلقت مجلة الكواكب خلال أسبوع مئات الرسائل، وصل عددها إلى 218 خطابا من المعجبات به يعبرن فيها عن رغبتهن بالفوز بقلب العندليب والزواج منه، وكل واحدة في رسالتها تسرد مواصفاتها أملا أن تفوز إحداهن بإعجابه وتصبح شريكة حياته. وكتبت المجلة تقول إن عبد الحليم حافظ قرأ الخطابات كلها بعناية، وقال إن رزقه واسع، فقد تقدم إليه 218 زهرة، مضيفا أن فتيات كثيرات اتصلن به هاتفيا وقالوا له طالما أنك تريد الزواج فلماذا ذهبت لمجلة الكواكب لتعمل لك خطبة، وسألوه أيضا ماذا يقصد من نشر الإعلان في المجلة، خاصة أن أكثر من فتاة ترغب في الزواج منه، ولو رغب فسيأتين إليه ويختار من تعجبه فيهن. وقال محرر المجلة للعندليب إنه لاحظ أن من بين المتقدمات فتيات حصلنا على درجات الماجستير، ومنهن من تعد للحصول على الدكتوراه، وفيهن طبيبات ومراكز اجتماعية مرموقة، وهو ما يدل على مكانة الفنان الاجتماعية. ورد عبد الحليم قائلا لكنني لا أريد الزواج بهذه الطريقة، مضيفا أنه سعيد بهذه الخطابات والمتقدمات، لكنه يحتفظ لنفسه بالوقت المناسب والطريقة المناسبة لإعلان زواجه. وقال العندليب إنه لن يتزوج إلا بعد وصوله سن 35، حيث كان عمره في ذلك الوقت 32 عاما، مضيفا لن أعملها قبل أن أبني عمارة مستقبلي. المجلة اختارت 10 خطابات لعرض معلوماتهم وأسمائهم، ومنهن اعتماد محمد مصطفى 20 عام التي أرسلت صورتها برفقة طفلها وتقول إنها جميلة متوسطة الطول ومطلقة، وإن زوجها طلقها بسبب إعجابها الشديد بعبد الحليم حافظ، وإنها طيبة وذكية وتقدر طموح الرجال. وقالت إيفون سامي إنها تتعهد بأن تسهر كل ليلة على راحة العندليب وصحته، وتساعده على تحقيق أهدافه في الحياة، فيما كان الموقف الطريف هو ما كتبته سعاد محمد الخطيب عندما قالت إن لديها عيبا واحدا منذ الصغر وترجو أن يتجاهله العندليب، وهي أنها تتناول طعامها بيدها اليسرى. وكان من بين شروط المسابقة التي نشرتها المجلة هو موافقة ولي الأمر وكتابة إقرار بذلك موقعا منه، لترد نادية خطاب إحدى المتقدمات على هذا الشرط بقولها إنها تبلغ من العمر 21 عاما وهو سن الرشد ولا تحتاج لموافقة مكتوبة من ولي أمرها. ومرت السنوات ورحل العندليب عن عالمنا دون أن يتزوج، أو على الأقل عدم الإعلان عن زواجه، ودون أن يحقق حلم وأمنية كل معجبة أرادت الارتباط به.